دي كان حب ربي مزلوا لك 50 60 سنه باش تعيشهم يا راجل، احمد ربي واشكره. ها انك لقيت امك الليله واعترفت، قالت لك انت ولدي من الضربه الاولى، ما خبيتش ولا نكرت ولا كذا، لا قالت هذا ولدي وعلى الراس والعين، ها ونعترف به. هاي نجموا نقفوا، هاي خليك راجل، خليك راجل وحدك، نحبك تقف. تحيه كبيره ليك. انا مش نقعد هون. هاي شد روح شد روح شد روح. احمد 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 انا مش نقعد بحذاك، خاطر نعتبرك كيما خويا وراجل وسيد الرجال ونعاونك ما يسالش، اما نحبك واقف على ساقيك. مدام. نعم. باش نسالك سؤال. نعم. يفتح هذا الستار، تعترف به ولدك قدام الناس الكل، يفتح هذا الستار قابل ولدك، نعم ام لا؟ لا سي علا. يا شوق شوق بعد بعد اسم، ما تخليش يقرب حاجة حديد ولا حاجة الاولاد، ما تخليش وحده، خليهوش وحده. عندي شروط. المفاجأة كانت كبيرة على أحمد اللي ما نجمش يستوعب موقف أمه، حالته النفسية تعكرت وخرج من استوديو باش يرتاح شوية. التصوير توقف مدة قصيرة ورجع عليه الاستوديو بعد ما ارتاح أحمد واسترجع وعيه الكامل. هذاك ولدك ولا؟ سامحني، هذاك ولدك ولا؟ تستعرف به اللي هو ولدك ولا؟ جاوبني على السؤال، تستعرف به؟ معترفة به اللي هو ولدك ولا؟ هو قال انت مستعرفة به اللي انت، مدام ما تهبلنيش عاد، مدام استعرفت به اللي هو ولدك ولا؟ شو انت باش تكذب فيا؟ انا نسمع فيك بعيني. اللي هو ولدي. ايه تجي تقول ما لا، علاش ما تحلش الستار؟ علاش نحلش انا ولادي ما في بالهم الشعر والحكاية انا كيفاش؟ شوف لنا احمد وين؟ اه يا احمد فما صوت فهم، امك فهمت بالغلط. احمد اسمع، لا باش تقابل امك خويا. بس حد لي انا ما نحبش نقابلها تا. شنو هو ما دام ما تحبس علاش فهمت بالغلط المراه؟ فما فهمت. ما فهمت فهمت بالغلط الموضوع. كنت متشوق باش نراح. حميدو اقبح ذا، نعرفك راجل وسيد الرجال. هاي هاي باش تبوس امك عاد. هاي عاد شد روحك. احمد تصفيقه كبير عليك. مدام يفتح هذا الستار مدام، نعم ام لا؟ نعم. يفتح الستار. نقط يا احمد نقط.